مشاهدين الكرام نتحدث في هذه الحلقة عن جزء من جزئيات اللغة السقطرية وهي جزئية الأدب السقطري لأن أي لغة عندما يقال أنها لغة من ضمن الأشياء التي لا بد أن تكون غنية بها هو الأدب بأنواعه المختلفة والادب يدل على ان السقطريه لغه وليست لهجه فوجود الادب في السقطريه بانواعه المختلفه واحتواء اللغه السقطريه على انواع الادب من شعر ونثر وغيره يعطينا دلاله واضحه على ان السقطريه لغه وليست لهجه لأن الأدب يعد من الثراء اللغوي الذي ينبغي توفره في أي لغة وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على هذا النوع من, من أنواع وفرعيات اللغة السقطرية. طبعا اللغة السقطرية تحتوي على الأدب بنوعيه المعروفين الشعر والنثر. لأن الأدب يطير بهذين الجناحين. الشعر والنثر. الشعر في السقطرية متوفر وموجود بكل انواعه الشعر الغنائي وشعر غير غنائي. وتوجد في السقطرية عديد العديد من الانواع الشعرية بمسميات واشكال مختلفة. من هذه الانواع الادبية الشعرية الموجودة في سقطرى شعر ما يسمى بالقصيدة السقطرية أو شعر هدانة هذا الشعر له شعراء خاص به وله جمهور خاص به وله أيضا نغم وأصوات غنائية يلقى بها في المحافل والمناسبات المختلفة في سقطرى من, من أنواع الأدب السقطري الشعري أيضاً ما يطلق عليه بتنتيله وتنتيرو هذه ربما مأخوذة من النثر في اللغة العربية لكنها تكون على شكل قصيدة لها وزن ولها إيقاع خاص ولها نغم خاص وهذا أيضاً يعد من أنواع الشعر الغنائي السقطري وله له شعراء وجمهور خاص به ويعشقه السقطريون كثيرا ويحبون هذا النوع من من الشعر وما زال الشعراء يتوارثونه جيلا بعد جيل من انواع الشعر الموجود في سقطرى ما يطلق عليه تموتيل هذا النوع من الشعر ايضا يختلف عن الانواع الاخرى له إيقاع خاص وله وزن خاص وله شعراء يختصون به ويجيدون هذا الفن هذا النوع من الشعر الذي هو تاموتيل أبيته قصيرة لا تعد أن تكون البيتين أو الثلاث أو الأربع قصائده قصيرة لا تعد أن تكون الأبيات فيه قصيدة أو قصيدة الأبيات فيه بيت أو بيتين أو أكثر من ذلك بكثير لكن تكون ألفاظه دائما جزلة ومركزة وبليغة طبعا هذا النوع من الشعر الذي هو شعر تاموتيل كان قديما يلقى في المناسبات ويتبارز فيه الشعراء في في الحفلات التي تصل لدى السقطريين في حفلات العرس مثلا أو غيره من الحفلات ويتواجهون بهذا النوع من الشعر لكن هذا النوع من الشعر نوع قديم جدا ولم يعد يلقى في المناسبات ولم يكون لم يعد هناك مناظرة بين الشعراء به بل لم يعد يلقى في العصر الحديث إلا قليل جدا من الشعراء هم الذين ما زالوا يجيدون هذا النوع من, الـ من, الـ من الشعر لكنه مهدد بالانقراض لكن الناس كثيرا تحفظ القصائد والابيات التي قيلت في هذا النوع من الشعر ويتداولونها على شكل حكم وامثال لانه كما ذكرنا هذا النوع من الشعر نوع مركز جدا وبليغ والفاظه القليله وابياته القليله تحتوي على مادة وفيرة وغنية ومركزة وبليغة جدا حتى أنه صارت بعض أبياته مضرب المثل ويستشهد به كثيرا في العصر الحديث من أنواع الشعر أيضا السقطري القديم والذي انقرض هو نوع يسمى الصعالهير هذا النوع من الشعر يختلف عن بقية الأنواع وله شعراءه وقصائده تختلف بنمطها وتركيبها وإيقاعها عن بقية الأنواع الشعر التي تحدثنا عنها هذا النوع من الشعر صعال هيو نوع قديم جدا وربما هو يسبق جميع الأنواع الشعرية التي تحدثنا عنها المتواجدة في سقطرة ويكون هو اقدم الانواع لكنه انقرض في العصر الحديث أه لم يعد هناك شعراء يجيدون هذا الفن وليست هناك مناظرات شعريه بين الشعراء ولا يقال ايضا في المناسبات بعكس ما كان عليه في الماضي فهذا النوع من الشعر كان يستخدم في المناسبات وكان الشعراء يردون أه فيه بعضهم على بعض ويتداولونه كثيرا لكنه انحصر وانقرض في هذا العصر الحديث من الانواع الشعريه السقطريه التي ربما تعاد من الشعر السقطري هو اهازيج العمل فالعمل له اهازيج وهذه الاهازيج لها نغم وطابق خاص وايقاع خاص يمكن عده من انواع الشعر السقطري فهم غالبا يؤدون هذه الاهازيج عند عند العمل باصوات شجيئه واصوات رائعه وابيات تكون متداوله وفيها حث على الجد والاجتهاد وبذل المزيد من ال من النشاط في العمل ويبعث على الحماس هذا النوع ايضا نوع رائع جدا وهو يمكن ان نعده من انواع الشعر السقطري لطابعه ونغمه الرائع والجميل جدا هذه الانواع الشعريه التي تحدثنا عنها هي انواع الشعر السقطري الغنائي الذي يؤدي بأصوات وألحان وطبعا لكل صوت ولكل نوع من أنواع هذا الشعر الذي تحدثنا عنه صوت وألحان خاصه به وأنغام خاصه به وأيضا له إيقاع وطابق خاص عند إلقائه وإنشاده ها هذه الأنواع كلها آه، ثرية الثرية المختلفة المتنوعة في, في،, في سقطرى تدلنا على أن الأدب السقطري آه، 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 أدب غني وأدب آه، ثري ويحتوي على العديد من الأقسام والمكونات التي آه، آه، يمكن أن تدل على أن اللغة السقطرية لغة غنية وثرية آه، آه، بأدبها وشعرها هذا الجزء الذي تحدثنا عنه هو الشعر السقطري أه بقي النثر السقطري سنتحدث عنه بعد الفاصل باذن الله فكونوا معنا عدنا اليكم مشاهدينا الكرام لنستكمل الحديث عن انواع الادب السقطري وتحدثنا في وتحدثنا قبل الفاصل عن أن عن الشعر السقطري وذكرنا انواعه المختلفه وهنا نتحدث عن النثر السقطري الادب السقطري ايضا يحتوي على النثر والنثر الذي ليس بشعر وانواع النثر السقطري المعروفه والمتداوله منها القصه القصه في الادب السقطري موجوده ومترابطه بالمجتمع السقطري والحكايات السقطريه كثيره ومتنوعه ومختلفه وغالبا ما تذكر الحكايات اثناء السمر واثناء الجلوس وعندما تجلس الى كبار السن سيحكون لك الكثير من القصص السقطريه القديمه او حتى التي وقعت مع اشخاص يعرفونهم او حتى من حياتهم الشخصيه فالقصه السقطريه منتشره بشكل كبير وما زالت متواجده بقوه وهي من انواع الادب السقطري القوي والقصة السقطرية تحمل في مضامنها عدة رسائل وعدة أمور منها الحكم ويؤخذ منها بعض الفوائد كأن تكون مثلا تحث على الصدق أو تحث على الجد في العمل أو تحث على الاهتمام والرعي وما إلى ذلك ومن القصص الرائعة التي تحكى و تنتشر كثيرا بين السقطريين قصه فيها دلاله على الصدق في الحديث والحفاظ على هذه الصفه الحميده التي هي صفه الصدق فيحكى ان شخص يشتهر بالصدق ويبتعد عن الكذب دائما حتى حتى اطلق عليه صويدك من كثره صدقه يقال له صويدق ومعروف بهذا اللقب أراد مجموعة من الأشخاص أن يمتحنون صدقه بل أرادوا أن يوقعوه في الكذب حتى يستطيعون أن يعيرونه بصفة الكذب وأنه قد ذهبت عنه صفة الصدق فذهبوا إلى إحدى القرى واتفقوا معهم أنهم في الوقت الفلاني يجهزون اغراضهم ويحملون ادواتهم على الجمال دلاله على انهم ينتقلون من هذه القريه الى قريه ومكان اخر ثم ذهبوا الى هذا الرجل الذي يطلق عليه الصويدق وطلب منه ان يذهب الى القريه الفلانيه ويتاكد هل ما زالوا متواجدين في قريتهم ام انهم انتقلوا ام انهم هم بالانتقال وأرسلوه في الموعد الذي تم الاتفاق به مع اهل القريه انهم يجهزون للسفر والتنقل فذهب ووصل اليهم وجدهم انهم تجهزوا باغراضهم ويحملون على على جمالهم استعدادا للذهاب فذهب ورجع الى قومه وسالوه ما الذي حصل؟ هل اهل القريه انتقلوا؟ قال لم ينتقلوا بعد لكنهم شدوا الرحال فقال جملة شدوا والمدوا شدوا والمدوا يعني تهيأوا وحملوا على الجمال لكنهم لم يقوموا بعد لم ينطلقوا بعد وهم قد اتفقوا مسبقا أنه عندما يذهب من عندهم هذا الرجل يلغون السفر ويعودون إلى ما كانوا عليه حتى يقول حتى هم يتوقعون ان هذا الرجل يقول ان اهل القريه قد سافروا فيختلف اقواله ويجدون انهم ما زالوا في في اماكنهم فقال جمله استطاع ان ان يبتعد فيها عن صفه الكذب وانه لم يصرح بانهم ذهبوا ولم يصرح بانهم لم يذهبوا فقال شدوا والمدوا يعني تجهزوا ولم ينطلق بعد فعرفوا بعد ذلك ان الرجل يتحرى الصدق وانهم لم يستطيعوا ان يوقعوه في فخ الكذب فمثل هذه القصص تعطي بعض ال... بعض ال... الانطباعات وبعض الرسائل الواضحه الى المجتمع السقطري والجيل السقطري وهي تحكى باستمرار وبكثره في سقطرى وخاصه في الجلسات والسمر والجلوس مع كبار السن وغالبا ما يتلهى المجتمع في الليل بمثل هذه القصص لأنه لا يوجد شيء يسمرون عليه قديما لا تلفزيونات ولا منتديات ولا أسواق ولا شيء فبعد ما تغرب الشمس يبقون مع بعض ويحكون ويسمرون و يعطون مثل هذه القصص التي تحمل رسائل ايجابية وجميلة جداً. من انواع النثر السقطري ايضاً الاسطورة. والاسطورة هي قصص غالباً تكون غير واقعية لكنها قصص تحمل في طياتها رسائل عديدة مثل ما تحمله القصة الواقعية. والأسطورة منتشرة كثيرا في سقطرة وهناك أساطير عديدة كثيرة تشتهر بها سقطرة ومنها أسطورة علي بتعيل هذا الرجل الذي يعرف عنه الكثير من الأساطير وأنه يستطيع الاحتيال واستخدام عقله بل أن الكثير من الأساطير التي تحصل تطلق على هذا الرجل ولو لم تكن قد نسبت إليه من قبل فهو اشتهر مثل اشتهار جحا بالنكت في أي نكتة تحصل يقال أن جحا هو الذي فعلها فهكذا أيضا علي باتعيل في سقطرة والأساطير في سقطرة كما ذكرنا كثيرة ومتنوعة وتحكي الكثير من الواقع وتعطي بعض الرسائل والانطباعات فهناك اساطير مختصه بالجن والسحر والشعوذه وما الى ذلك وهناك ايضا اساطير يحكى فيها كثيرا على أن الملك زار المكان الفلاني وحصل كذا وكذا طبعا الاساطير غالبا تكون قصص غير واقعيه لكن يستفاد منها كثيرا بعض الرسائل الايجابيه وبعض الدلائل الأدبية التي يستشف منها بعض الملامح منها أيضا الفوائد لهذه الأساطير أنه تفيد في الجانب اللغوي فلو جمعت هذه الأساطير ودونت سنحصل على مادة وفيرة في اللغة السغطرية ونستطيع أن نستلهم بعض بعض الدلائل البلاغيه والادبيه وكذلك ايضا نستطيع ان نحصل على الكثير من المعجم السقطري والالفاظ التي يتم تداولها في مثل هذه الاساطير من الادب السقطري ايضا النثري ما يعرف بدمشقدهم ودمشقدهم هذه لفظه معناها المتكلم القديم او الحكيم القديم الذي يتحدث عن بعض الاشياء ودمشقديم هذا نوع من انواع الادب النثري الذي يضم الحكم ويضم الامثال ويضم بعض الالفاظ التي تعطي بعض الدلائل وبعض الأمثال التي يستشهد بها كثيرا في الحياة اليومية وهذا مشاكلهم يعطي دلائل كثيرة جدا وأدبه أدب فريد فكأنهم يحكون أن شخص في قديم الزمان يقول الحكم والأمثال ثم يتداولها الجيل جيل بعد جيل و مدة بعد مدة ويستشهدون بأقوال هذا الرجل الحكيم الذي كان يتكلم بهذه الحكم قديما من هذه الحكم التي يتم تداولها انه دمشق كان يقول يرود ريهو دي يعني يأتي الماء على مكانه يوما ما أي أن الأودية والأنهار التي كانت تجري قديما ولو أنه في هذه الأزمنة الأخيرة لم يصل الماء أو السيل إلى هذه الأماكن سوف يصلها يوما ما وهذه من الأقوال الحكيمة التي يتحدث بها هذا الرجل الحكيم قديما وظهرت هذه الحكمة في سقطرة في الآونة الأخيرة في العاصير التي أصابت سقطرة في الأزمنة الأخيرة من شبالة وميج من 2015 التي تعاقبت على سقطرة أظهرت صدق هذا المقال أن الماء يصل إلى أماكن وصل إليها قديما لكن الإنسان في عصر الحالي لم يكن يتوقع أن يصل الماء إلى تلك الأماكن فقد تسببت هذا العصير بوجود فيضانات كبيرة جدا ووصلت المياه الى اماكن ما كانت الناس تظن ان تصل اليها وكانت الناس قد زرعت وبنت في هذه الاماكن لكنها كانت قريبه من الوادي واتى هذا المثل الحكيم الذي كان يتداول بالناس وراوا الناس انه صار واقعا على الواقع وماثلا للعيان من الحكم التي تتداول ايضا انهم يقولون ديال ديال انتعها. ويعني أن الإخوة لابد أن يحصل بينهم شيء من المشادة فالذين لم يحصل بينهم هذا النوع من من الملاسنة أو الكلام أو صوت فهم ليسوا بأخوة لأنهم غير متقاربين أصلا ولا ينتمون إلى أسرة واحدة فهذا كلام حكيم على أن الإخوة لابد أن يحصل بينهم شيء من سوء التفاهم شيء من النزاع لكن لا يعني أن هذا يصل إلى حد القطيعة وإلى حد الشتائم فالأخ عندما يتصايح مع أخيه أو يكون بينهم سوء تفاهم يتذكر هذا المثل أنه الصياح وسوء التفاهم وارد في وارد بين الإخوة كما يذكر هذا الحكيم او هذا المثل الرائع من الحكم ايضا الرائعه التي يتداولونها يقولون تندر بالشبك تندر بالشبك تندر يعني تحرز او احترز من كلمه شبك وشبك هذه كلمه تدل على الظن والاعتقاد فيتحرى الانسان انه يقول ظننت او اعتقدت او كنت أظن لأن هذه الألفاظ وهذا الظن الذي يبنى على غير الحقائق يؤدي بالإنسان إلى أنه يأتي بكلام غير صحيح وربما يقدم على أفعال ليست صائبة ولهذا من الحكم التي يريدها مشاكلهم أنه يحث الإنسان السقطري باللغة السقطرية بهذه الحكمة الرائعة وبأنه لابد أن يكون هناك تحري الصدق والمصداقية في الأمور، هذا هذه هي أنواع الأدب التي تحويها اللغة السقطرية بكل نوعيها النثري والشعري. للاسف الشديد ان هذه الانواع التي تحدثنا عنها الكثير منها قد افل وذهب الى الزوال والكثير من الشعر والادب السقطري والقصه والاسطوره والحكم والامثال لم تكن موثقه ولم تحفظ بل ذهبت بطول الزمن وفترته ولم يبقى منها الا ما يتم تداوله على السنه المجتمع وبالاخص كبار السن والمجتمع البدوي منهم حتى ان الجيل المثقف الان والمنفتح يجهل مثل هذه الانواع الادبيه السقطريه ولا يستطيع ان ان يعرف عنها وان يعلمها ويطورها وللأسف الشديد لم يكن هناك أي توثيق لهذه الأنواع الأدبية إلا الشيء اليسير فمهم جدا ومن الأهمية بمكان أن نسعى جميعا إلى توثيق هذه الأنواع الأدبية والحفاظ عليها من الاندثار ومن الزوال مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم التي تحدثنا عنها التي تحدثنا فيها عن الادب السقطري وقسمناه الى قسمين وذكرنا كل قسم الانواع التي يحتويها وان هذا الادب مهم جدا وينبغي الحفاظ عليه الى حلقه اخرى باذن الله سبحانه وتعالى فكونوا معنا